مرحبا، اسمي بيتر لومن وأنا أعيش في القدس من 7 شهور. أنا كبرت في ماريلاند وبحب أعود على الأماكن المختلفة الموجودة فيها. أنا مدن كبيرة كبالتيمور ونابلس. مكاني المفضل في ماريلاند هو الجزء الغربي من الولاية وهي منطقة اسمها بحيرة ديب كريك. أنا كمان بحب تاريخ ماريلاند. تاريخ الأراضي الفلسطينية كمان رائع. أنا زرت قصر هشام في ريحة وبتمنى أن تزوروا أنتم أيضا ولاية ماريلاند.